بتعرفها ودائما كتشحن القلب ديالك، ودائما اول واحد كيكون قناة الفجر كتكون سابقة للتهاني ديالي بالنسبة ليا، لا من قبل ولا الان. كنقول لك الله يبارك فيك وان شاء الله نودعك بساعة الخير. شكرا. رأيت شركة جديدة في دوري جديد الدوري العراقي لحد الساعة القوة الجوية 25 مقابل 56 نقطة، متصدرين بعيدين على أقرب منافس بتسعود ديال النقاط. شنو نقولنا على التجربة الجديدة؟ صراحة التجربة كانت ما كانت سهلة، كانت صعيبة بحكم ديال كنت كنلعب هنا حدا عائلتي وحدا أصدقاء ديالي، ومنين خرجت على برا يعني لقيت شي صعوبات من لونطريمون لوتيل، من لوتيل لونطريمون كانت شويه صعيبه. من بعد حاولت نتأدبت مع الاجواء، كان اوبليجي نتأدبت معاهم، والحمد لله بقيت غادي نستمر هكا لانني عندي واحد لوجيكتيف خصني نوصل ليه، دونك خصني نصبر، وهداك الشيء اللي درت والحمد لله انا في الطريق الصحيح دابا. وبالنسبه للمرحله سلم الترتيب اللي حنا متصدرين دابا فارق 9 نقاط على الملاحق، يعني ما جاش بسهولة، جا بتعب وجاب بعمل وهادشي هذا، وأنا يعني لي الفخر أنني يعني نكون مع فريق كيلعب على الألقاب وكيلعب على حاليا عندنا لعبة ديال الاتحاد الآسيوي عندنا في هاد سميتو في شهر 4 إن شاء الله في نهار 7 لاعبين في السعودية، وهذا بالنسبة لي يعني الواحد هو اللي كيشوف القدام. رأيت الميزة ديالك سبحان الله هذا هو بوبول، فملي كنتي في نادي باتري كانت عندك علاقة طيبة مع الجمهور كذلك الجيش الملكي، ورجعتي لنادي باتري وبقى عندك العلاقة، وهذا المسنة تم مع الجمهور ديال العراق، لأن تقدر أنت كابود الفريق، أن شفنا واحد اللقطات أنك حماس. صراحة كنشكر أول حاجة الجمهور ديال نادي القنيطري توحشهم بزاف. بالنسبة لي العلاقة ديالي مع الجمهور أول حاجة كنحترم الفريق، ملي كتكون كتحترم الفريق وكتلعب ثاني حاجة بالغيرة ديالك يعني كيشوفوك كتعطي له ماكسيموم في التيران، كي هو يعني هما كيكون عندهم واحد الرياكسيون معاك، كيبقاو يتعاملوا معاك مزيان، كيهضروا معاك مزيان، حتى انت ديما كتدخل عليهم الفرحة وكتهضر معاهم وكتمشي وكتواضع معاهم لأقصى درجة، فهذا هو اللي كيخليني محبوب عند الجماهير. وإلا كسب شي الجماهير ولاو كيبغيوك راه دليل انك كتقدم ليهم في الملعب، هذا الشيء علاش كيبغيوك الجماهير. بغينا واحد المقارنة بين الدوري المغربي والدوري العراقي، واخا ما لعبتيش بزاف فيه ولكن اكيد لمستي واحد فرق بين الدوري طبعا طبعا. الدوري بالنسبة للدوري العراقي، الدوري العراقي يعني غادي في واحد التحسن اللي هو مزيان، يعني كتشوفهم كيخدموا كي يعني كي باغيين يوصلوا للشامبيون ديالهم لواحد النيفو مزيان، باش يعني على الاقل يكونوا بحال قطر سعوديه الامارات، وهما غادي في الطريق اللي هي مزيان، يعني كتشوف عندهم لي مويان اللي هما مزيانين وكيعاونوا لي جوغ وداكشي. فانا كنقول ان الدوري العراقي غادي في تحسن يعني الدرجه مزيانه كمقارنة مع الدوري المغربي. ما نقدرش نقارن لك حتى كل واحد وكيفاش ستيل الجو ديالو، هنا كيلعبوا على تكنيك وكيلعبوا على سميتو تما عاوتاني فيزيك، يعني ما تقدرش تقارن بين حتى الجوج. كنت دابا ما لقيتيش مشكل خاصة كيما قلتي دابا تما الفيزيك وانت كنعطوك تقني تبارك الله 100%. انا الصراحة يعني اللي لقيت المشكل اللي لقيته في لي ترومات بروميير لقيتهم فيهم مشكل كبير، لانني ما اول حاجه ما ادابتيش مع الجو تما، ما ادابتيش يعني مع بزاف د الحوايج، باقي ما كنعرفش اللعابه، باقي بزاف د الحوايج مع الفرق. حنا اللي عندنا لونترينور ديالنا دابا ديال القوه الجويه كيخدم يعني تاكتيك مو بزاف، هذا هو الفرق. المهم يعني الدوري لقيت صعوبات اللي هما بزاف لي تروماس تقريبا الاولين، كنت ما ماشي نقول لك في ذاك المستوى اللي كرديني انا اول حاجه، يعني من غير النادي ومن غير الجمهور ما كانش كيرضيني، انا ما كنتش مرتاح، يعني كان جاب الحكم ديال ان اول مره غادي نعيش في العراق، اول مره غادي لدرجه الحراره داكشي، يعني ما كنتش مقادرتي مزيان. الكاتريال ماتش كونتر من لاعبين كونتر زوراء الفريق اللي هو كبير وصاحب القاب، ويعني مباراه كانت كبيره وكل الانظار كانت عليا، والحمد لله ديت ميور جوغ دلا سومي في هذاك الماتش، يعني من تما بدات الانطلاقه ديالي مع هذا القوات.
وماذا عن المنتخب العراقي؟ ما هي تدريبك مؤخرا؟ المنتخب العراقي ان شاء الله يعني في هاد الايام كانوا هضروا مع النادي وداكشي على حساب بس نلتحق بالمنتخب ان شاء الله في الكونسنتراسيون جاي ان شاء الله نكون معاهم. اكيد دبي باقي كتابع الاخبار ديالنا ديال المدريد شنو واصلك شنو؟ طبعا قسما بالله يعني نقول لك ماتش نتبع عليهم الاخبار كلها لا من التدريب لا من الصور، كندخل الصور كنشوف التراني كيتريني واللي بالياسي اللي كلشي كنشوفو. نقدر من 30 يوم وصل رسالة ونوصل رسالة، أنا رسالة يعني خصني نقولها يدار في قلبي كنت غادي نحطها في الباز ديالي لأنني أنا ولد المدينة وكنغير على هاد المدينة، خصني نقولها الرسالة ديالي أن جا واحد السيد اللي هو باغي يخدم، حنا كنعرفو باغي يخدم نعاونوه، منين غادي نبغيو نعاونوه مغاديش نعاونوه غير يعني احنا كنعاونوه ماشي هكا داير معاونة. أول حاجة هما اللي جوار يعاونوا الرئيس انه هو كل منظار عليه كل شيء متجاز عليه كل شيء متبك عليه، يعاونوا لي جور يعاونوا لي ستاف يعاونوا شنو الناس اللي في قنيطره اللي عندهم امكانيات يعاونوا الفرقه، راه ما فيها حتى شي حاجه يعاونوا الفرقه راه ديالك، راه كل شيء غادي يمشي رئيس غادي يجي لعاب غيمشيو 20 لعاب يجي مدرب غيمشيو 20 يعني والفرقه كتبقى الفرقة هذه ديالك، إلا عاونتيها فلان عاون الفرقة راه كتبقى معروفة لك، راه ديما كيبقاو يجبدوها هذاك السيد راه الله يعمر ليه الدار عاون الفرقة، يعني هذا هو اللي بغي هذا هو الرسالة اللي كنبغي نوصل. الفرقة حاليا باش نقول لك الصراحة يعني راه ماشي في يعني في ذاك المستوى اللي كيبغي كل شيء والمستوى اللي راضي، لا راضي نقدر نقول لك في الأيام اللي فاتوا كانت مزيانة على دابا بصراحة، لأن الكلاسمون هو اللي كيحكم يعني الايام اللي فاتوا السنه اللي قبل مع سي سامريا حيت كنا مكلاسين مزيان، دابا الحمد لله جاهم كروند انترينور سي العامر، انا لعبت معاه في ليفا يعني كروند انترينور وقلتها للدراري صحابي قلت لهم راه سي العامر راه يدير لهم اون ايكيب اللي هي مزيانه اللي يقدروا يخدموا عليها يعني ماشي غير البريمير ديفيزيون ماشي حاجه اكثر، ولكن خص التعاون خص يكون كوليكتيف، الا ما كانوش كوليكتيف راه قلتها لك ديك الخطره عمر الفرقه ما غادي تزيد، الا ما كانش كلشي كوليكتيف ما نكونش انا كنحفر لهذا ولا هاد الرئيس حيت ما بقيتش نحفر لاخو ولا هذا حيت ما شديتش المنصب حفر، لا نكونوا كنا سوليدي وكنا نتعاونوا والفرقه نهار تخسر على الكره ما فيهاش ما تخسرش الكاب، ما يمكنش راه كلشي غادي يخسر كلشي غادي يتعادل نكونوا معاونين ونهار تخسر الفرقه نوقفوا مع الدراري، ولكن ما خاصش تكون استمراريه في الهزيمه لان عاوتاني الاستمراريه في الهزيمه كدل على النادي، احنا ما كنبغيوش النادي يدل ولا ما كنبغيوش الصوره النادي يدل لان هي فوق مني انا وفوق من اي واحد لا من الرئيس لا من الستاف لا من اللي جوار فوق منهم الكاك، وهذا الشيء ما كنقولوش غير انا كيقولوا كاع المغرب كامل. دائما كنت كندافع على اللاعبين ولاد البلاد، هاد اللاعبين ديال البلاد باقي ما خداوش حقهم، كاين شي رساله للسي العامري؟ السي العامري انا نقول لك السي العامري هو اكثر واحد كيعتمد على الدراري الصغار، اكثر واحد راه انا كنت في ليفار يعني لواحد الدرجه كانوا ما عطينيش قيمه لواحد الدرجه ما تصورش يعني الحق كنقول انا عارف كان ما يعني كنت لواحد الدرجه ما تصورش كان قال لي طلع منين طلعش كيكونفوكيني كيلاعبني السي العامري يعني ما عندوش مشكل مع الدراري الصغار ولاد المدينه بصح على عيني وراسي ولاد المدينه خصهم هما اللي عندهم لافونتاج الاولى انهم يلعبوا في ليكيب، ولكن ولاد المدينه خصهم يتحملوا المسؤوليه، ولاد المدينه ملي كتعطيني الفرصه ما خصنيش نردها، خصني نبين انا راه احسن من الاخر، راه هذا هو المشكل، خصني منين انا تعطاني الفرصه علاش حيت راه قنيطره كامله كتكون كتهضر عليا قنيطره كامله ماشي انا النهار يدخلوني نكون ما نكونش مزيان فهمتي، حيت السي العامر يعطي الفرصه لكاع اللاعبين وانا هاد الهضره اللي كنقول انا عارفه علاش حيت انا عارفو اول حاجه ما كيظلمش اللعابه، ثاني حاجه كيعطي فرصه للدراري الصغار وما عندوش هذا كبير وهذا صغير، والدليل غادي تشوفوه في البطوله ما عنده لا دري صغير لا دري كبير لا كلشي عنده سواسيه واللي كيقدم كيدخل للتيران كيلعب، وانا كنتمنى من الدراري ولاد قنيطره هما يقدموا الاضافه وهما يهزوا بالفرقه، هذه هي اللي كنتمنى منهم انا، يعني انا نفرح ونفتخر على الدراري كنتواصلوا معاهم كاملين الدراري ديال اللي كيلعبوا مرحبا الدراري كلهم كنهضر معاهم كدا والله يسهل عليكم، يعني علاش كنفرح انا ملي كنشوف دري
ولد قنيطره دخل وماركا دار ولد قنيطره دار بون ماتش كنفرح اما يعني راه حاجه مزيانه هذه ولد قنيطره هذه الفرقه راه هادشي اللي كنطالب منهم انهم يتحملوا مسؤوليه الفرقه لان ما كاينش شي واحد يتحمل مسؤوليه الفرقه من غيرهم شي مثال لجماعة القنيطريه اللي بغاو يتابعوك زعما القنيطريه كنقول لهم بلاصتهم مازال كبيره ويعني دائما كنشوف الفيديوهات ديالي معاهم وكيفاش كانوا كيسيبورتيوني وكيفاش كانوا معايا واقفين طبيعة الحال هما اللي عطوني لهذا المستوى هذا واللي خلاو يعني عطاونا واحد الثقه وعطاوني واحد اللي خلاوني نعرف راسي انا راه جوار وانا راه عندي سميه هما اللي عاونوني بزاف كنقول لهم توحشكم بزاف قسما بالله يعني الواحد كنكون جالس بوحدي شي فلوتيل كندخل اليوتيوب وكنبقى نتفرج الفيديوهات ديال الكاك وكنبقى هذاك الشيء وكنبقى نشوف الجمهور لان بلاصتهم كبيره عندي بالنسبه ليا وما كاين حتى شي فريق اللي يحيد لهم هذه البلاصه هذه دابا باللهجه العراقيه مثال الجمهور ديال القوات بالعراقيه بالعراقيه الجمهور القوه الجويه نقول لكم انا احبكم هواي وطبعا لانه وقفوا وياي صراحه بمحمد اللي فاتت كانوا وقفوا وياي وكانوا ضد الاداره يعني نقول لهم لا الوعي لازم يبقى وحنا الريده وهذا مستقبل العراق وهذا موهوب اقول لهم اشكركم كثير وانا احبكم وان شاء الله اقدم لكم الاضافه طبعا واني بعدنا نصور وياكم ان شاء الله المزيد من التعلق والدوري مالتنا